معكم الاستاذ عبد اللطيف البودراري مؤطر بنادي ايما سبور سيدي بيبي. كنتشرفوا بالدعوه ديالنا بهذا المناسبه في هذا العرس الكروي اللي هو جا في مناسبه الافتتاح ديال ملعب بريزيما جوج. اذا كنشكركم على الدعوه، نشكروا الجهه المنظمه. بالنسبه لايما سبور هذا النادي اللي هو بدا هذه السنه هذه، وكيف ما كتلاحظوا عندنا لاعبين اللي هما في المستوى هما تيشاركوا الان، اللي قاموا بمجهود كبير وقاموا مقابله كبيره، وحنايا فرحانين بزاف لان الدعوه هذه جربنا فيها الفئه ديالنا ديال البراعم والفئه ديال الكتاكيت اللي تيشاركوا الان معكم، وهما اللي كيستعدوا للعصبه البطوله ديال العصبه ديال الفوتسال. وهذه فرحه كبيره كنعيشوها جميعا هنا في هذا الملعب هذا، وكنشكروا الجميع وكنشكروا الجمهور، كنشكروا جميع المنظمين ديال هذا العرس الكروي. بالنسبه انا هذه بادره كبيره باش نشجعوا هذه الفئات باش تبقى تجي عندنا هنا الملاعب عوض تمشي لاماكن تعمر الوقت ديالها في الملعب، ونكونوا مواهب. وهنا المشتل ديال واحد المجموعه ديال المواهب ان شاء الله اللي غيكون عندها مستقبل كبير، كيف ما كتلاحظوا يعني فئه هذه الفئات اللي كتلعب دابا ديال اللاعبين ديال الاطفال ديالنا فهم عندهم واحد المستوى كبير، وحنا كنحاولوا باش ننتجوا هذا المستوى ديالهم يوصلوا مستوى كبير كذلك، باش تكون كره القدم يعني واحد المغناطيس اللي كيجلبهم، وباش يعني نميو الكره في البلاد، لانه بحال هذه الملاعب هذه راه كتنمي الرياضه في البلاد ديالنا. وكنشكروا جميع الغيورين على هذا يعني على هذه الرياضه وعلى الشباب يعني باش يجيو يلعبوا في هذه الملاعب الرياضيه. اولا انا تلميذ من ملعب ايما سبورت لكره القدم المتواجد في سيدي بيبي، وفرحانين اليوم حيت جينا لهذا الملعب ونشوفوا التلاميذ ديال ملعب بليزيما جوج. وشكرا. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله كنتواجدوا بملعب بليزيما جوج اللي صراحه ملعب رائع وجميل جدا بالنسبه للمدينه كبيغرا، تستاهل المحسن. ملعب بمواصفات جيدة بطبيعة الحال، واحد فرصة لواحد العدد ديال الشباب والأطفال أنهم يمارسوا الرياضة ويمارسوا كرة القدم، يمارسوا الهواية ديالهم اللي هي كرة القدم. هنا لا يسعنا الا ان ننوه بالمجهود اللي يقوم به هاد الناس هادو اللي مكلفين بهذا الملعب هذا، واللي عطاو من وقتهم مجهودهم ومن المال ديالهم الخاص انهم يوجدوا هاد المعلمه هذه لمدينه بيغرا باش يستافدوا صغيرا كان او كبيرا. عموما حنا نفتخر بهذا الملعب هذا بليزينيا جوج، بعد بليزينيا واحد اللي كان عموما قضى الغرض، ولكن كيجي هذا باش انه يزيد يدعم الرياضه في المستوى مدينه بيغرا. كنشكروا الناس اللي مهتمين بهذا المجال ديال الرياضه بصفه عامه في هذا الاقليم، ومدرسه كره القدم راهنا اشاره جميع اسر مدينه بيغرا انهم يجيبوا اولادهم ويخرطوا معنا في المدرسه ويتعلموا كره القدم. وراه ملي كنقولوا الرياضه ولا كره القدم راه مجموعه من الخصال، مجموعه من الحوايج كيتعلمهم الدري ومجموعه من الحوايج اخرين كيتفاداهم. اذا وبالتالي كنتمنوا التوفيق لهاد الناس اللي صحاب اللي بنوا هاد التيران هذا واللي وقفوا عليه، وكنتمنى التوفيق للجميع.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.